بثت قناة المسيرة الناطقة باسم جماعة أنصار الله الحوثيين فيديوهات لما قالت إنها تظهر عملية عسكرية ضد قوات التحالف بقيادة السعودية بمحافظة نجران جنوب غربي المملكة. واستنادا إلى المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع، فإن العملية انتهت بمقتل وجرح 500 جندي وأسر أكثر من 2000 عسكري، بينهم عدد من الجنود السعوديين، بالإضافة إلى إعطاب عشرات الآليات العسكرية. ولم يتسنى للحرة التأكد من حقيقة هذه الصور، كما أن التحالف لم يصدر أي تعليق على العملية. سمحت قواتنا ووفق الخطة المرسومة لأعداد إضافية دفع بها العدو إلى المصيدة ضمن عملية تعزيز قواته للهجوم على قواتنا. تولت تشكيلات عسكرية متخصصة مهمة قطع خطوط إمداد العدو، الخطوط الخلفية من مسارين مختلفين من الجهة الشرقية والغربية. بعد ذلك أحكمت قواتنا المتقدمة الحصار على تلك القوات من الجهات الأربع، لتبدأ وحدات من المشاة والدروع والهندسة والمدفعية من قلب الجبهة بشن عملية هجومية واسعة.